هنا تونس مستمعي ديوان فام، مرحبا بكم من جديد. شكرا لكم على الاستماع وعلى اختيار موجاتنا لديوان فام. مازلنا مواصلين معكم حتى للماضي ساعتين برنامج هنا تونس. في جزء الثاني يستضيف الأمين العام لحزب العمال الأستاذ حمى الهمامي. سي حمى مرحبا بك على موجد ديوان فام. أهلا وسهلا. شرى لباس يا سيدي، سمعنا بك مريض شوية. في الناس الكل وقت القريب هذا توا فهمتي. مرحبا بك حمى الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهه الشعبيه، الامين العام لحزب العمال. مش نرجع على المؤتمر الاخير لحزب العمال، على موقف الجبهه الشعبيه من ابرز المستجدات الوطنيه. نبداو من مؤتمركم الاخير كحزب عمال، المؤتمر الخامس. جدل كبير رافق هذا المؤتمر، اعلامي وسياسي، عديد الانتقادات وجهت لحزب العمال، الظروف اللي دار فيه المؤتمر، ايضا مخرجات هذا المؤتمر. لكن السؤال الابرز حمى الهمامي، كيفاش كان هذا المؤتمر؟ هل كان بما مضى أم فيه تجديد، خاصة وأنه جدد الثقة فيك كأمين عام؟ بطبيعة الحال المؤتمر الوطني لحزب العمال نقول الحاجة الجديدة فيه وهي أهم حاجة أنه المؤتمر دام 5 أيام، ودام 5 أيام رغم اللي من شهر سبتمبر اللي فات والمناضلات والمناضلين بدأوا في مناقشة المواد نتاع المؤتمر، ونحن حبينا في ال5 أيام هذايا، لأن النقاشات السابقة تمت في مستوى جهوي، حبينا النقاشات اللي تم على مستوى وطني، لأنه حضروا ممثلين نتاع 23 جهة من تونس، ثم كان جهة تطوين ما عندناش فيها موجودة أفراد ولكن ما عندناش فيها تنظيم، وكممثلين على الهجرة. النقاشات تمت على مستوى جهوي، فحبينا زادة النقاشات تتم على مستوى وطني، ما يكونش المؤتمر مجرد التقاء للتصويت على لوائح ولا على قيادة جديدة. حابين الناس تناقش في أهم القضايا، تناقش على تطور الأوضاع السياسية. تقدمت وثيقة مهمة جدا اسمها تأملات في المسار الثوري في تونس، تقييم للثورة في تونس من 2011 لتوا، كيفاش تطورت وثم اتجاهات تطورها في المستقبل. صار نقاش كذلك معمق جدا على مسألة برنامج الحزب وتحيينه، مسألة تنظيم الحزب، الأسس نتاعه ومرتكزاته وكل شيء، كيفاش نطوروا الحزب، وبالإضافة إلى المناقشة التقرير السياسي. هذا كانت حاجة مهمة من ناحية الانتخابات. الحاجة المهمة في رأيي أنه ثم 8 شبان على 19 في اللجنة المركزية، وهذا عملنا من أجل أن نقنع الناس زادة ونقنع المؤتمرين باش يعطوا حظ للشباب، يعني ماكش مجيجي الناس قولهم لا شنعينوا شبان، إذن ينتخبوهم ويسمعوهم. بالنسبة للنساء ثم 3 نساء فقط، وإحنا خرجنا بنوع من المرارة من المؤتمر، لأن حبينا النساء يجرؤوا أكثر ويأخذوا المسؤولية. مش مفارقة هذه حمل أمامي، حزب يناضل ويناصر قضايا النسوية، يطالب بالمساواة التامة بين جميع المواطنات والمواطنين، وفي الأخير عنده 3 نساء فقط في القيادة المركزية. فعلا مفارقة. هو وأنا قلت حتى الرفيقاتي، قلت لهم مش تكلم عليه في وسائل الإعلام، قلت لهم مش نخبي، ما زال عندنا برشا نساء كافشين ما يتحملوش المسؤولية. تعرفش علاش؟ ينهى المسؤولية في حزب العمال رموش تطلع في اللجنة المركزية وتمد ساقيك وتظهر المؤتمر المؤتمر. مرأة ولا راجل، شاب ولا كبير، معرس ولا مش معرس، يطلع في اللجنة المركزية راهو يلزم وقت يلزم يمشي القابس يمشي، يلزم يمشي الكاف يمشي، يلزم يمشي القفصة يمشي، وقت يلزم يمشي القروان يمشي، مش ياخذ مسؤولية ومن بعد على حسب ظروفه. هذايا بطبيعة الحال يتطلب، نجم نقول لك يتطلب تفرغ كبير من تعرف. وبالتالي فنحن سنعمل من اجل وان الحاجات كيما هكا ياقع التجاوز نتاعها. تقول لي هو انتخبوك امين عام مجددا، جستمو هذا طرحوه برشا توانسي، حزب العمال ينتقدوا في حركة النهضة وتواصل زعامة راشد الغنوشي لهذا الحزب، والحال وأنه نفس الشيء اليوم في حزب العمال حمى الهمامي ونفس القيادات تقريبا وجوه الصف الأول منذ مرحلة التأسيس من 80s وهي ما زالت على رأس هذا الحزب. شو كيفاش؟ خلينا الساعة نفرقوا وفرصة بلاي خلينا نفرقوها الرومان، هذا ثم برشا حاجات اللي فيها لخبطة.
سعره و... احنا مش نحكي على رئيس دولة ولا وزير ولا شاد الحكم مبارك في الحكم، هذا راهو في حزب سياسي يهم الرأي العام صحيح، أما زاد راهو يهم المناضلين نتاع والمناضلات نتاع الحزب هذاك، هذه تنجمون مؤسسة خاصة. المسألة الثانية أخي، وقت اللي حزب العمال أو أي حزب آخر راهو عنده قيادات راكمة التجربة وراكمة تنجم تقول راكمة برشا حاجات في القيادة نتاع الحزب. أخي باسم الديمقراطية الشكلية لازم كل عام نبدل، وإلا المناضلات والمناضلين هذاكم نستغلوا الخبرة نتاعهم. يقول لك أساس الديمقراطية التداول السلمي على المناصب والخطط. لا ها مش نقولها لك، الأساس نتاع الديمقراطية هو تفتح الباب للتداول وعن طريق الانتخاب. تاتشر شدت رئيس الحكومة بالانتخاب من 76 ل 94، تعرف الشيء هذا ولا؟ ميركل في الدولة، هذا مش في الحزب، في الدولة ميركل من وقتاش رئيس الحكومة؟ أما بالانتخاب، مش جات فرضت روحها كيما بن علي ولا كيما الدكتاتوريين يفرض روحه ولا ثم الانتخاب لحد شيء. طيب فمش نقول لك ماذا ستقول في الأمانة العامة لحزب العمال حمى الهمام اللي هو اليوم مكانته الاعتبارية والسياسية أكبر من أن يكون أمين عام لحزب سياسي. هني مش نجيك للنقطة هذه. بالنسبة للمسألة هذه ولا ويعك سرا، أنا ما حبيت شرف، ويعرفوه رفاقي ورفيقاتي يعرفوه الشيء هذا، مش من الدورة هذه، من الدورة حتى اللي فاتت. لكن ضروري الناس يفهموا حاجة، راهو الأمين العام في حزب العمال راهو سلطة معنوية أكثر من حاجة أخرى. تعرفش علاش؟ حل الانترنت، أقرأ القانون الأساسي لتاع حزب العمال. الأمين العام في حزب العمال ما عنده حتى صلاحية تنفيذية. هاو الفارق بينه وبين رجل غنوشي، وهو الفارق ما بين السبسي وقت رئيس النداء. رجل غنوشي شكون يعين المكتب التنفيذي؟ مش هو. وشكون يعين الثلاثة نتاع مجلس الشورى؟ مش هو. عنده صلاحية نتاع قرار. باجي قايد السبسي كان هو رئيس النداء يعين ويعزل ويتصرف. في حزب العمال الأمين العام هو عضو من أعضاء القيادة، ثم قيادة جماعية. عمره ما نجم يعين وحده، وعمره ما ياخذ قرار وحده، لا يسمي لا يعزل. كل القرارات تتخذ بشكل جماعي، سواء كان في اللجنة التنفيذية أو في اللجنة المركزية، وهذا موجود في القانون الأساسي للحزب، لأن نحن خذينا بعين الاعتبار التجارب السابقة. وهذاك علاش زاد الأمين العام في حزب العمال سي محمد ما ينتخبوش المؤتمر. علاش؟ باش ما يوليش السلطة وحده، وين يقولوا له حاجة يقولهم لا أنا عيني المؤتمر. فخلينا الأمين العام تنتخبوا اللجنة المركزية باش إذا كان دار في الحياصة وإلا مش ينفرد بالسلطة، اللجنة المركزية تنجم تبدلوا. هذاك علاش بالنسبة أنا سعيد أنهم رفيقاتي ورفاقي أعطاوا هالثقة هذه، ولكن في نفس الوقت قلت لك راهي سلطة معنوية أعتبروا، وأنه مازال عندي من نجم أقدم لهالحزب هذا اللي نظلت فيه، واللي مانيش وحدي مع الناس الأخرين زادة. يقول لك راهو مازال عندك ما تقدم، ومازال عندك دور تنجم تلعبه، ولكن هني قلت لك انا وداير صرح به بعض رفاقي جيلاني ولا عمر هكا، قالوا راهو ما حبش حما. تعرفش علاش؟ لاني انا واحد من الناس صار لي نقد راهو في المؤتمر. فاش النقد؟ هاتوا نحكي لك، نقدوني قالوا لي حما انت مؤلف، عندك مساهمات فكريه، عندك مؤلف تكتب، راك ما عادش تكتب. وهذا تراجع في السنوات الاخيره. تراجع صحيح، تراجع. علاش تراجع؟ قلت لهم ما هو الحركة وما هو الدهك، خاطر مش يكتب يزمو شوية وقت، يزمو شوية راح. اي عافيوني من هالمهمة هذه، خليني نلقى وقت باش نلعب الدور هذايا وكل شيء، لأنه بالفعل الإنسان في وقت من الأوقات في التجربة يولي مهم جدا أنه يسهم. قد ما العمر يتقدم ينجم المساهمة الفكرية ولا النظرية تكثر على حساب النشاط والحركة وحاجات فهمتي كيما هكاك. ولكن على الأقل بالنسبة لرفاقي قالوا لي في الماندة هذه في الدورة هذه ما زلنا حاجتنا بيك، أبقى في الدور هذا اللي كيما كنت نحكي لك اللي هو السلطة معنوية، لأن الأمين العام في حزب العمال هو عضو من القيادة وكل القرارات. وأنا نهارين صرحت في وسيلة من وسائل الإعلام في الندوة الصحفية، قلت لهم باش تفهموا الساير في حزب العمال، قلت لهم ربما أضحككم، هذا قبل المؤتمر في نقاش في اللجنة المركزية حول بعض المسائل ثم قضية صوت فيها وحدي اللي هي
في مسألة في مقترح عنده طابع تنظيمي، مش ندخل في التفاصيل نتاع مؤتمر. لقيت روحك تغرد خارج السرب. خارج السرب بتاتا، وأكد لك لا بالنسبة لي مش مشكلة. روى أنا صوت وحدي، نجم يكون أنا صحيح راه. وعدد الأصوات اللي جات العمار عمروسية هذه المرة أكثر من الأصوات اللي صوتت لحمل همام. أي أكثر صوت، مثل ما عندنا حتى مشكلة نحن راهو. هذا معكس تراجع في شعبيتك داخل الحزب لحمل همام؟ لا 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 إطلاقا لا. ولا لا أنت عمار عمروسية شوية، ولا جلال الحمامي شوية، ولا علي الجلولي شوية، وإلا منظمين أخرين كما سهال ميعادي، ولا حتى ولا علي البعزاوي، ومشيش ننسى أنا ولا كمال عمروسية، برشا برشا مهمش شوية رو في حزب العمال. هذاك علاش قلت لك نحن رانا في حزب العمال ثم قيادة جماعية، ثم قيادة جماعية، وما هيش مشكلة تراجع نتاع الشعبية. والدليل على ذلك أن اللجنة المركزية بكامل أعضائها شدوا صحيح باش نبقى أنا فهمت منها أمين عام. طيب نحن أنا ذاك علاش نمن بالعمل الجماعي، ونحن حزب العمال كي تأسس ما حبناش نعملوا أمين عام محمد عام 86، عملنا ناطق رسمي، قلنا الطريقة الوحيدة في حزب ثوري في حزب ديمقراطي بالحق وتقدمي بالحق هي راهي القيادة الجماعية. طيب حمل همامي، الأهم من المؤتمر ما بعد المؤتمر برشا انتظارات، وأنه يكون فما مراجعات، يكون فما نقدات، يكون فما تقييمات على ضوء هذا المؤتمر. أشرت منذ قليل قلت ما عندكمش تمثيلية في تطاوين، فما شكون يتسائل اليوم كيفاش لحزب عمال حزب يطرح نفسه كبديل ثوري، كبديل جماهيري، كبديل شعبي اليوم على مستوى قيادته ما فماش عمال، على مستوى فلسفته العامة واتصاله بالجماهير ما فماش استجابة كبير من العمال لهذا الحزب، رغم أنه يضع العمال في قائمة الناس اللي دافع عليهم. في المقابل أيضا تمثيليتكم في عدد من ولايات الجمهورية وخاصة في الجنوب ضعيفة وضعيفة جدا، هذا يخلي الناس تتسأل ماذا بعد هذا المؤتمر حمل همام. هو نرجع للمشكلة نتاع العمال، النسبة نتاع العمال في المؤتمر صحيح ضعيفة 13% 13.15% العمال الحاضرين فهمتني، ولكن زاد في نفس الوقت عنا ناس أخرين راهم نوع تاع موظفين اللي راهو من البريد ولا غيره في وضعية نتاع عامل، عنا معطلين على العمل قاعدين يخدموا في وضعية نتاع عمال وأجراء، كادحين بعبارة أخرى عنا فلاحين حضروا في المؤتمر راهو في وضعية عمال، الأغلبية الساحقة نتاع المؤتمرين ينتمي وراهم إلى فئات كادحة في داخل المؤتمر هذا، نجم نقول لك في 90% منه، وهذا يلاحظوها الناس غاديك، حتى الخدامة بقوسين المكان اللي عملنا فيه المؤتمر يضحكوا ويفدلكوا، قالوا هنا في وسط مالينا وقت اللي يحكيوا مع الناس. الولاية الوحيدة قلت لك اللي ما عندناش فيها تنظيم أما عندنا فيها أفراد هي تطاوين، أما راهو مهم جدا أن حزب العمال موجود زاد في 23 فهمتي ولاية، لكن حضوركم ضعيف في الجنوب حمل همام. ضعيف. إذا استثنينا قفصة أو مش حكي لك حضوركم في الجنوب هذا تأكدوا حتى نتائج الانتخابات، سواء انتخابات التأسيسي أو انتخابات البلدية الأخيرة أو انتخابات 2014 صحيح. نحكيك في مدنين أضعاف، ولكن عندنا بعض بقايا اللي موجودين فيها بشكل جدي، مش احنا فقط وانما الجبهة وحزب الجبهة، جرجيس مثلا ولا جربة فهمتني. عندنا ضعف في توزر صحيح، منش جاي الضعف هذايا، هنقول خطر وأكون صريح معاك ونقشناها، مناش نخدمه بالقداء غاديك، مناش قاعدين نخدمه بالقداء، ثم نوع مرات من الانكماش، مرات تلقاها مناضلات مناضلين في حزب العمال كانوا مخايفين من الناس، بينما كي تمشي للناس تلقاهم يستنوا فيك، خاطر علاش مرات عندكم مناضلين تلقاه جايين من أوساط مثقفة فهمتني، يعرف يتكلم ما يعرفش يواجه فهمتي الناس، ولا ربما يخاف من الناس، والحال وأنه امشي لعن. أنا للجماعة نرجعوا لهم نهار لحد السبت اللي فات أنا في شربان في المهدية، في المهدية احكي مع الناس واجه الناس يا سيدي، خلي عيطوا عليك الناس، خليهم ينقدوك، خاطر مرات يغلطوا فيك، تعرف مرات ثم شكون في باله اللي أنا وزير اللي أنت حاكم بالمجد راهو يشوفك في التلفزة ولا يسمعك في الإذاعة يمشي باله وأنت حاكم. إذن نحن بالنسبة لنا من نتائج هذا المؤتمر فعلا أنه خطة لتوسيع الانتشار تاع الحزب، هذا هو جديد. وبالنسبة لنحن مسألة مركزية أنه السمعة السياسية اللي عند حزب العمال يلزم تقابلها سمعة من ناحية التنظيم، يلزم يقابلها وجود تنظيمي في كامل أنحاء البلاد، وعملنا خطة في هذا الاتجاه، وهذاك علاش من الجملة حتى جددنا كما قلت لك بنسبة كبيرة على مستوى قيادي، ثم 8 من الشباب اللي عندهم تجربة عملية كبيرة
كيما وائل النوار ولا كمال عام روسيا ولا ولا سسمو ولا الشريف الخرايفي ولا ألفة البعزاوي ولا راضية العمدوني، هذا ما ناس عندهم تجربة كبيرة برشا من الناحية العملية وفي أوساط عدة وقادرين يمشوا للناس ويحكيوا مع الناس، ولا أيمن غالي في أيمن غالي في الساحة وفي الساحل ولا بلقيس بن عبد الله. فأعطينا أهمية كبيرة للعناصر الشابة والعناصر العملية والعناصر اللي عندها قدرة على الحضور. فهمتي من لوتا؟ طيب ما دمنا نحكيو على امتدادكم الشعبي خاصه في ولايه الجنوب من صفاقس وانتهاب تحمى الهمامي، فما شكون يروى انه فما مشكل على مستوى تصوراتكم الفكريه والايديولوجيه خلات الناس مش فاهمه طبيعه رهاناتكم السياسيه. فما ناس ومواطنين ربما بفكر محافظ عندهم فكره معينه على حزب العمال وانه مازال الحزب الشيوعي، الحزب المعادي للدين، الحزب اللي ربما ماهوش متصالح مع هويه الشعب التونسي. شو تقول في هذا الاطار؟ عفوا صحيح هذه ناقشناها في زوز أبعادها، البعد القومي وكذلك البعد الديني في مسألة الهوية. ولاحظنا وأن نحن من ناحية حزب العمال أن مقصرين في الدعاية نتاعنا وفي العمل نتاعنا من جانب هذايا. أو نعطيك يا سيدي، كان ترجع للكتابات نحن نعتبر وحنا وبكل تواضع أكثر حزب كتب فيها المسائل هذه، ولكن عندك دعاية مضادة زاد قوية برشا قوية برشا. من شكون؟ بدأ من حركة النهضة، من حزب التحرير، من السلفية، من المحافظين. محافظين نجم نقول لك حتى المحافظين انت التجمع وحتى تو المحافظين انت النداء باش ما يواجهكش ببرنامج، لأنه يقول لك أنتم عندكم مشكلة مع الهوية، مع هوية هذا الشعب. بالعكس وأنتم مطالبين برفع اللبس اللي موجود على هذه القضية. هني مش نزيد نتكلم فيه توا، خاطر ما عندوش برنامج وما عندوش إجابة على مشاغل الناس. اش يواجهك؟ يواجهك بقضية قول لهم راهو كفار. هيا سيدي خلينا نقولها لك، أنا مشيت للظواهر في جهة القروان رقادة، وجاو وكنت نستنى باش يجوا سينا رفيقي نجيب الرمضاني، قال لي راه والله بعض فلاح يحبوا يناقشوا معاك في المؤتمر. هيا قلت له أنا راني ماشي لجبنيانة تو نتعدى مغادي، ماشي بالي مش نلقى خمسة ولا ستة فلاحة شغل شوي، نلقى قرابتي 150 200. هيا سيدي سمو ثم حد واحنا واقفين قال لي راهو كلامك عسل وراهو كذا، اما راهو نحب نك السؤال هم يقولوا عليكم كفار. فهمتني؟ قلت له انا شنو اسمي؟ قال لي انت اسمك حما. قلت له اللقب نتاعي شنو؟ قال همامي. قلت له توا حما الهمامي خي خارج التربه هذه وين تربى؟ وين عاش؟ قلت له ماشي بالك عنه مشكل نحن مع الهويه. اي قلت له مش هتراح قدام الاسكل، طرحت قدام الاسكل باهي سيدي واجهتك الفلاحه حكيت معاك. قلت لهم قولوا لي اخي اللي دافع عليك على الفلاح وعلى حقه في الارض كافر، اخي اللي دافع على البطال باش يخدم كافر، اخي اللي دافع على المواطن باش يلقى دواء كافر، اللي دافع على مدرسه باهيه للتوانسه كافر، اخي اللي دافع على هالوطن هذا ضد الغزو نتاع البيضاعه والراسميل من برا وضد بيعانو هذا يا كافر. قالوا لا ما هو شي كافر. اي قلت لهم نحن شكون؟ قلنا لكم كلام غير الكلام هذايا. قالوا لا. قلت لهم خلنا نسالكم، وهل انتم تعتبروا انتوما ولا؟ قلت لهم زادا هل انه اللي دافع على المساواه وحضروا برشا نساء بين قوسين حقك البنيه ذيك وحق المراه هذيك باش تاخذ حقوقها هذايا كافر؟ ورجعت قلت لهم خلنا نمشي معاكم لقدام. قلت لهم نحن رانا ناس نعتبروا روحنا توانسه ونعتبروا هالشعب هذايا مسلم ونعتبروه عربي رغم اللي ثم فيه خصوصيات وتاريخه من قبل حتى ما يجوا في العرب لهنا، وعندنا حتى شكون مازالوا امازيغ وعندهم خصوصيات ثقافيه وعندنا اقليات. قلت لهم نحن رانا نعتبر روحنا من وسطكم، ولكن هاي المشكله فاش؟ المشكله راهو ثم شكون اللي باسم الاسلام قاعد يدافع على وجهات اخرى. قلت لهم خليني اسالكم، هل تعتبروا انتم مسلم حقاني بالمعنى نتاع بابا؟ تو نقول لك بابا اش كان يقول لي اللي مع استغلال الناس، هل انه مسلم حقاني يقول انه الله مع الاغنياء؟ وتعرف هذا هري سي محمد هذه تعرف شكون قالها؟ قلت لهم حتى ربي يحبوا يفكوه للفقار يخلوهم بدون اله فكون، قال لهم راهو نتاع الغنوه. قلت لهم واللي قاعد يدافع على الاستغلال وينهب في بلاد ويفقر في الناس والناس ما لقاتش الدواء
وحكاوا لي غاديك معهم ما عادوش لاقين الماء، ما عادوش لاقين الحليب، ما عادوش لاقين السميد. كيما في شربان امراه قالت لي حتى السميد مش نعملوا منه خبز الطابون ما عندناش لاقيه. قلنا له هذا تعتبروه مسلم؟ واعتمدت لهم فعلا على حديث نبوي. اش يقول فيه؟ شنو يقول الحديث هذا؟ اش يقول الحديث هذا؟ لخصه لك المعنى نتاعو لانه طويل. هاو المعنى نتاعو واش فيه؟ الرسول نفسه قال انا اني اقوم بحاجه واحده فيها منفعه للناس او لاخي المؤمن خير من لاني نبقى شهر كامل في مسجد المدينه اقوم الليل والنهار. هذا الاسلام. الاسلام شنو المغزى من هذا الحديث حمل؟ المغزى من هذا الحديث هو انه، وهذا قلت لهم، اكل يخطب برشا على الدين، وكل في عوض يعطيك حل المشكلة وسائل النقل في شربان، ولا يعطيك في شربان حل المشكلة المدرسة وحل المشكلة نتاع الصغيرات اللي ما لقاوش كيفاش يقرا، ويعطيك حل الصحة اش يعمل لك؟ يولي يدور هالك منها دين، يوظف الدين باش يغط عليك ويغم عليك. الهدف من الكلام نتاعي هذا هو التالي، هو أن يا سيدي التوانسة مسلمين ومؤمنين مش نناقشوا في هذايا نحن. أما هل المسلم والمؤمن هذايا عندوش الحق في الحرية؟ عندوش الحق في المساواة؟ عندوش الحق في العدالة الاجتماعية؟ عندوش الحق في الشغل؟ عندوش الحق في الصحة؟ عندوش الحق في التعليم؟ علاش أنت تحب تغطي له على حقوقه ومشاكله هذه وترجعه صراع عن تهوية؟ بعبارة أخرى هاو نعطيك مخ الهدرة بالنسبة لنا نحن في حزب العمال، أن تكون مسلم أن تكون مؤمن ما يمنعكش باش تكون مع الحرية وتكون مع المساواة وتكون مع العدالة الاجتماعية، ما يمنعكش باش أنك تناصر الفقير وتناصر المرأة وتناصر الحقوق، ما يمنعكش باش أنك تدافع على الوطن نتاعك. بل بالعكس نحن نعتبره اللي استعمال الدين وتوظيف الدين كيما استعملوا فيه في تونس راهو تستعمل الدين باش تبيع بلادك، تستعمل الدين باش نولي ذيل نتاع قطر ونولي ذيل نتاع تركيا، تستعمل بلادك تكشفت النهارين سوريا خي ما كانوش سوريا يقولوا راي اش كانوا يقولوا على سوريا؟ مش كانوا يقولوا بشار مش يبقى فيها؟ مش كانوا ضد الاعتراف رجع العلاقات؟ امريكا بدلت، تركيا بدلت، قطر بدلت، وهم جراوا ولاو تو بدلوا الموقف نتاعهم. هذا هو الاسلام يدافع عليه. هذاك علاش نحن حابين نقولوا وان راهو أن تكون مؤمن وأن تكون مسلم لا يتنافى مطلقا مع أنك تناصر الحرية وتناصر التقدم وتناصر العدالة الاجتماعية. والهوية حبيت كلمة نختم بها، في وسط الهوية ثم صراع ما بين الناس اللي يحبوا يتقدموا بالبلاد هذية وما بين الناس اللي تحت غطاء الدين يحبوا يخلوها التالي، ويولي كأنه المسلم وكأنه المؤمن يجب يكون ضد المساواة ويكون ضد الحرية ويكون ضد العدالة الاجتماعية وضد سيادة هذا الوطن. واحنا نختلفوا معاه الشيء هذا. قبل ما نحكيه على الجبهة الشعبية والتحديات المطروحة لكم في أفق السنة الحالية، سنة انتخابية بامتياز حمى الهمامي، وتساؤلات اليوم تطرح أيضا حتى في علاقة برؤيتكم لتجاوز الإشكاليات اللي تمر بها البلاد اليوم، خاصة على الصعيد الاجتماعي وموقفكم من حكومة يوسف الشاهد والتحركات اللي يقوم بها عدد من أعضاده في اتجاه تأسيس حزب جديد أو حركة أو مشروع سياسي تعددت التسميات، ولكن المعنى واحد. ماذا بقي من شيوعية حزب العمال؟ ظهر لي مختلفين عن في كلمة شيوعية شنو هي الشيوعية بالمعنى راهي كفر وراهي إلحاد وراهي معادة الدين. ما بقى من أحد شيء لأن عمرنا ما كنا هك، وأحيلك على كتابات حزب العمال منذ البداية. هذه هي كالصورة الكاريكاتورية الفاسدة على الشيوعية. تعرف الشيوعية راهي تساوي العدالة الاجتماعية، راهي تساوي القضاء على الاستغلال، راهي تساوي تحرير الإنسان من الاستلاب الفكري والاقتصادي والاجتماعي. هذا شو معناه راهي في علاقة بالهوية؟ بالعكس بالعكس. هني أنا نعطيك حاجة، ماركس اللي هو مؤسس المذهب الاشتراكي العلمي لما تحدث عن الرسول تعرف قال سماها الثورة المحمدية. وبالتالي أك الصورة المشوهة اللي راهي مربوطة بالاستعمار ومربوطة بالرجعية في هالبلاد هذية، ونحب نذكر لهنا التوانسة الشيوعيين عطاو شوية قاوموش الاستعمار، والاشتراكيين بشكل عام قاوم قاوموش الاستعمار ما قاوموش الاستبداد ما قاوموش معناها الاستغلال. إذن
لكن الصورة المشوهة اللي راهو الشيوعي راهو إنسان يعادي الدين، راهو إنسان مش متخلق، راهو إنسان مش كذا مش كذا، عمرنا ما كنا كاكا نحن، وعمرنا مناش باش نكونوا هكاكا. بالتالي الصورة هذيك لا علاقة لها بحزب العمال. فنحن فعلا، ومش نستعمل كلمة اللي هي أكثر دقة، الاشتراكية العلمية، احنا رانا البارح واليوم وغدوة متبنينها بالنسبة لحزب العمال، وانا نعتقد اللي المضمون اللي قاعدين دافوا عليه توا هو راهو هذا هو المضمون اللي بلادنا حشنا به، لأن اللي قاعدين يشوهوا فينا اش عملوا في البلاد وين وصلوا البلاد، رغم أنهم يتغلفون منها بدين. بالعكس نحن نحترموا هوية هذا الشعب، ونحترموا سيادة هذا الوطن، وبالعكس نحن نعتقد اللي الشعب التونسي الشعب الصغير هذا قادر باش في إطار هويته أنه يتقدم، ولكن يعطي مضامين تقدمية اللي توالم المرحلة هذه في الهوية نتاعو. بعبارة أخرى هويته اليوم أي شعب من الشعوب، يعني الهوية راهي ما تكتبش في نهار واحد، وما تتسماش نهار واحد، وما هيش قالب يركب على كل العصور. هوية الشعب التونسي اليوم اللي ظهرها في ثورته، شعب يحب الحرية، شعب يحب العدالة الاجتماعية، شعب يحب بلاده ليه، يحب ثروته ليه، وشعب يحترم المرأة. وأكد وهنا في المؤتمر أنا خرجنا لائحة اللي تدافع عن المساواة بما في ذلك المساواة في الإرث، وأدنى تحويل مسألة الإرث من مسألة اجتماعية متعلقة بتوزيع الثروة اللي هي مسألة في كل عصر تطرح بشكل، يحاولوها إلى مسألة قدسية، وكأنه المسلم يلزم يكون ضد المساواة بما في ذلك في هذا المجال. واضح. حمل همامي مصطفى القلعة، يعني لك حاجة الاسم هذا؟ صديقي. شنو علاقته بالجبهة اليوم مصطفى القلعة؟ مصطفى القلعة ينقد الجبهة، ومن حقه باش ينقدها. كتب في تدوينه ليه في الفيسبوك: أيتها الجبهة الشعبية، أنا يائس وحزين مع حلول 2019. يقول اليوم صمت أو المجاملة تصبح خيانة، ويحتج على الوضع الذي آلت إليه الجبهة الشعبية. ومن قال أن مصطفى القلعي فقط هو اللي ينقد في وضع الجبهة؟ لا. وهل تعتقد وأن ثم قيادي واحد في الجبهة راضي بما عليها؟ معناها الجبهة كلنا نحبوها، نحبوا الجبهة تتطور وتتحسن الأوضاع نتاعها، وهذا النقاش حول علاش ما تطورتش. حمل همامي، شنو اللي يمنعكم إلى حد الآن من عقد الندوة الوطنية؟ شنو اللي يخلي الجبهة الشعبية اليوم تتحدث عن نفسها كبديل ديمقراطي للتوانسة، والحال وأن الواقع يقول عكس هذا؟ شو كيفاش؟ شوف ما ننساوش اللي راهي الجبهة فيها 9 حزاب وفيها ناس مستقلين، وطبيعي جدا وأن ولهنا نقطة نتاع ضعف هي في الجبهات بشكل عام، وأن النسق ضعيف، خاطر الناس تناقش في أحزابها ثم تناقش جماعة، تحصر نقاط نتاع الخلاف، ومرات تلقى تسويات، ومرات ثم خلاف ما تلقالوش فهمت من حل، هو مرات في داخل حزب بركة الماكينة مرات تتعطل، وهيك شفت حزاب تمشي تفرقع. جهز للحكم اليوم الجبهة الشعبية رغم أزمتها التنظيمية الحالية؟ شو معناها جهز للحكم؟ شو كيفاش؟ غدوة تربحوا الانتخابات. نهار تربحوا الانتخابات مش نقولوا لهم لا ما نحكموش؟ أي خلنا نسألك سؤال، شنو حضرتوا باش تربحوا الانتخابات حمد؟ شنو حضرنا؟ بالنسبة للانتخابات هك قاعدة تناقش. البارح بركة رفاقي في حزب الوطن خرجوا بياح المسألة هذه، ناقشنا كذلك في داخل الجبهة. هل صحيح فمعركة بينكم وبين الوطن كحزب عمال ووطن، انتم تشكلوا العمود الفقري للجبهة الشعبية؟ اي هذه راهي ديما اللي يحب يحكي حاجة على الجبهة الشعبية يقول ثم معركة بين حزب العمال وحزب الوطن. نهار بركة عم عمر عروسية في الصباح نيوز زاد سألوه ثم شو ثم اختلافات وثم خلافات ما بين الأحزاب الكل، كيفاش مختلفين مع الوطن حمل همامي؟ شوف ايش اختمارات في تقدير نتاع بعض أوضاع. لا وخلنا نقول لك حاجة، راهو مرات في نفس الحزب في المجلس المركزي تلقى زوز من نفس من الوطن وحزب العمال متفقين، وزوز وتلقاه مع حزبه مش متفق، ولا من حزب العمال مش متفق مع انا مش متفق مع محمد نزام، ومحمد نزام مش متفق معايا. ثم نقاشات وثم ارهاسات اليوم على التصور السياسي نتاع الجبهه، البرنامج نتاع الجبهه، التكتيك نتاع الجبهه، قاعدين تحضروا في الخطاب نتاع الجبهه للتشريعيه القادمه حمل همامي، قاعدين ناقشوا في التصور كامل، ويلزم يتناقش هذا وحاطين اجال باش نناقشوا. وقتاش الندوه الوطنيه حمل همامي؟ الندوه الوطنيه نعطيك انا رايي الخاص، احنا بالنسبه لي انا يلزمها في اقرب وقت تتم. باي وقتاش؟ قبل الصيف بعد الصيف؟ لا لا قبل، تحب نعطيك انا حابه تتم قبل 31 جانفي، قبل نهايه هذا الشهر. ممكن هذا عمليا؟
عمليين ان اذا لقاو الصياغه التنظيميه ممكن تعرف الجبهه هي راهي جبهه احزاب في الاساس والاحزاب عندها دور في الشيء هذايا. تعرفش علاش؟ لانك ما تنجمش تناقش الانتخابات في الصيف الجاي وما تنجمش تعمل تصور الانتخابات في الربيع الجاي، لذلك يلزم في اسرع وقت ممكن نحن قدمنا اوراق فيها تصورات سياسيه، عملنا لجنه اللي حصرت وين نقاط الالتقاء وين نقاط الاختلاف، ولازمنا نمشوا لتصور ملموس لان الانتخابات تتحضر على بكري. واضح. حمل همامي، نختم معاك في علاقه بموقف الجبهه الشعبيه من الجدل الدائر اليوم في علاقه بقرار المجلس البلدي بصفاقس ايقاف نقل الانشطه الفوسفاتيه داخل مدينه صفاقس، قرار احتج عليه الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ويراه انه غير عملي وغير ممكن في الظرف الحالي. ما موقف الجبهه اليوم من قضيه السياب والانشطه الفوسفاتيه؟ شوف صفاقس، انا مشيت غاديك، مشيت لتينا وناقشت مع الناس وسمعت الناس، فهمتني، وسمعت حتى نقابيين. البديل راهو موجود، مش صحيح اللي راهو الاتحاد العام تونس الشغل غاديك مع التلوث، هو صحيح. انا نقابيين غاديك تاعش قالوا لي المركز اللي مازال ما تسكرش، المركز مازال ما تسكرش، قالوا لي ماهوش تاع تلوث. المشكله الثانيه ثم مواد يلزمها تهز من غادي، قالوا لي راهي يلزمها سنوات. الله هذاك الجبل هذاك شفتو الجبل اللي موجود غادي هذاك باش هذاك المال فيه مواد باش يتنقل من غادي. المشكله الاخرى هي كيفاش تلقى حل زاد لك العمال هذاك من حيث المبدا. طيب. الجبهه الشعبيه مع مبدا ايقاف الانشطه الفوسفاتيه وغلق السياب تماما. اسمعني، من حيث المبدا نحن مع وقف اي نشاط فيه تلوث وضرر بالناس. هاو الخلاف وين موجود؟ هو غادي كان وقت ناقشت مع نقابيين يقول لك لا راهي الوضعيه مش كما تسمعوا فيها وثم خوف. هنزيد نقدم معك القدام. مصلحه مليون ساكن مش اهم من 300 خدام حمل الامامي؟ لا اسمعني، مصلحه مدينه كامله، ما نحكيوش على صفاقس فقط، حتى جابس ايضا فيها نفس المشكله. خلينا نحكي لك، راهو انا انت في الاذاعه عيط زوج وجهات نظر واسمعهم. انا مع المليون الساكن ومع، اما خلي يصير نقاش النشاط اللي مازال غادي فيه ساعة تلوث ولا ما ثمش تلوث. والنقطة الثانية كيفاش هاك الجبل نتاعك المادة أنا معاه أنو يتنحى من غاديك، وفي نفس الوقت كيفاش نلقاه واحد. ونسك السؤال لهنا، هل تعتقد أنت محمد اللي الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس مع أنها الناس تموت مع أنها التلوث هذاك عليه زاد يلزمكم تسمعوا الاتحاد العام التونسي للشغل واش قاعد يطرح؟ كل الشكر ليك حمل همامي الامين العام لحزب العمال والناطق الرسمي باسم الجبهه الشعبيه لحضورنا معنا اليوم في برنامج هنا تونس. هكا نكون وصلنا لختيمه هذا العدد، غدوه يتجدد الموعد ان شاء الله. تونس غدوه خير.